السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. اليوم 1 أفريل 2020، حبيت نخرج شوي على موضوع تاع الكوفيد 19. الله يشفي مرضانا ويعافي أصحاءنا، الله يبعد علينا هذا الوباء، وإن شاء الله ما يكون الخير، وربي يكون معنا في السراء والضراء. اليوم حبيت ندخل مباشرة في الموضوع. موضوع اليوم يتكون من 5 أجزاء، واليوم متخصص يعني في التأشيرة أو الفيزا وموضوع الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فالموضوع الأول هو فرص العمل هنا في أمريكا مع هذا الوباء، تحدثت عليه في لايف سابق. الموضوع الثاني الفرق بين ضريبة المبيعات وضريبة الدخل الفردي. الموضوع الثالث هو كيفية الحصول على يعني كيف نقول احنا باللغة الفرنسية يعني الشوماج، يعني ما نعرفش كيف يقولوا بالعربية بصفة عامة يعني هنا في أمريكا. الموضوع الرابع هو القرعة الأمريكية مع هذا الوباء يعني كوفيد. والموضوع الخامس اللي هو عبارة عن أسئلة كل الناس راح تطرحها، بعثوا لي أسئلة راح نجاوب عليها. فنبدأ بالنسبة لي فرص العمل هنا في أمريكا مع هذا الوباء. فليكن في علمكم أن يعني حوالي 3 مليون أمريكي يعني فقد العمل في هذه الفترة ومع هذا الوباء. فمعظم الشركات أو المؤسسات الصغيرة مغلقة، وكذلك الكبيرة، يعني نقصوا وقلصوا من عدد العمال. المكاتب كذلك نقصوا وقلصوا من عدد العمال لأنه لا يوجد مقابلات، لا يوجد يعني تعاملات، يعني كيف نقولوا احنا باللغة الإنجليزية فيس تو فيس. فلهذا يعني نقص يعني كل مكاتب العمل اللي كانت تستقبل الناس، يعني نقلصوا من الناس اللي كانوا يشتغلوا. الناس اللي كان عندهم مثلا عقود لمدة محددة، يعني عقود مدتها محددة قصيرة، فوقفوهم. بعض الناس خرجوهم إلى يعني عطل مرضية أو عطل سنوية. الأساتذة هم يشتغلون في البيت، يعني يدرسون عن طريق الإنترنت أونلاين، وكذلك فيما يخص الطلبة فيدرسون أونلاين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ففتحت الشركات أو المؤسسات أو المحلات التجارية فرص العمل كثيرة لأنها لم تغلق. فخاصة يعني الشركات أو المؤسسات أو المحلات التي تهتم بالمواطن الأمريكي في هذه المرحلة، مثلا مع يعني السوق الخضر والفواكه أو المواد الغذائية العامة أو الصيدليات. فلو مثلا نشوفوا مثلا بابليكس، كروجر، وول مارت، تارجت، ذا هول فود، هذو كلهم عبارة، هذو يخدموا على مدار السنة، فزادوا من فرص العمل وفتحوا. يعني لو تدخل على الانترنت وتكتب مثلا job kroger.com تجد يعني فرص العمل كثيرة في هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن لازم تعرفوا حاجة، لما هنا كيفاش يعملوا هنا في أمريكا، هذه معلومة نعطيها لكم يعني راح تسمعوها لأول مرة باش تعرفوا كيفاش تمشي أمريكا. أمريكا رأسمالية 100%. لما تذهب مثلا إلى عند شركة، مثلا نقول شركة كروجر أو كروجرز، يعني كروجر هي مثلا كما نقول احنا في الجزائر يعني كأنها أونو، ولا مثلا في فرنسا أوشون، ولا يبيعوا كل شيء، يعني الألبسة، المواد الغذائية، عندهم صيدلية، كل ما تحتاجه تذهب إلى كروجر أو وول مارت. فلما تذهب عندهم للمقابلة يعني كن متأكد يقبلونك، ولكن يعطوك فرصة عمل يعني بارت تايم، 4 ساعات في اليوم تخدم، 4 ساعات في اليوم تبدأ، أو لا يوجد واحد يعطوه 8 ساعات، يعني فول تايم 4 ساعات في اليوم تبدأ تشتغل. يعني تشتغل في الأسبوع حوالي 20، أو تارة يعطوك يعني sometimes يعطوك 22 أو 23 ساعة في الأسبوع. الدخل راح يكون حوالي يعني في بين كروجر وتارجت وذا هول فود حوالي $13 للساعة، $13 ساعة.
هذا من دون يعني الضريبة، ولكن لازم تحسب الضريبة، بالضريبة على حسب الولاية. فلماذا يوفر اليوم، ماذا يشترطون عليك أن تبدأ ببارت تايم؟ لماذا؟ لأنه هما يفضلون أن يشغلون يعني موظفين في اليوم، موظف يخدم مثلا 4 ساعات وموظف يخدم 4 ساعات، يعني هذاك الشغل تاع الفول تايم يقسموا اللي ياخذوا، اللي لازم عليه ياخذوا شخص واحد يقسموه على شخصين. لماذا؟ هذا من اجل البينيفيت والانشورنس، لانه هنا في امريكا لما تكون تشتغل بارت تايم لا تاخذ الانشورنس والبينيفيت. فلهذا كيفاش يعملوا هذوك الاموال وهذوك البينيفيت شو يقولوا احنا الانشورنس، التامينات اللي راح يمدوهم لشخص واحد عندما يشتغل 8 ساعات، يعطوهم يخلوهم يعني كوليكتيهم، يعني يجمعوهم، من بعد يختاروا الاشخاص. وبعد ما تفوت المرحله تاع 6 اشهر تخدم 4 ساعات، يختاروا هذاك الشخص ويعطوا له هذيك التامينات. فلهذا يقول لك انت مثلا تعال لهنا، انت تشتغل 4 ساعات مثلا 8 صباحا الى 12 وتروح تاخذ الشيك تاعك الاسبوعي وتروح، ما لا يوجد فيها التامينات ولا يوجد فيها يعني البينيفيت. البينيفيت هو الفيجن والدانل والبريسكريبشن يعني. فهذا انت لما تبدا تشتغل ما تعطيهم لكش، لانه هذا هو القانون هنا في امريكا. هذا الموضوع طولت عليه، الان ننتقل الى الموضوع الثاني. الموضوع الثاني هو ضريب، انواع الضرائب. هنا كاين انواع في امريكا، كاين ضريبتين، كاين ضريبه المبيعات، يعني اي حاجه تشتريها او تبيعها عليها ضريبه، مثلا هنا في ولايه جورجيا 7%. وكاين ضريبه ثانيه اللي هي ضريبه على الدخل، يعني كل ما تدخل يعني اموال لحسابك ولا لنفسك فيها ضريبه. هنا في امريكا، هنا في ولايه جورجيا 6%. وهذو ضريبتين مختلفتين على حساب كل الولايات المتحده الامريكيه. فهناك بعض الولايات، هنا ولايات امريكيه لا فيها ضريبه الدخل 0%، مثلا ولايه واشنطن، ولايه الاسكا، ولايه نيفادا، ولايه ساوث داكوتا، ولايه تكساس، ولايه فلوريدا، وولايه وايومينغ. هذه الولايات الضريبة على الدخل الفردي 0%، يعني وش تعطيك الشركة يعني مقابل أو دخل، يعني تأخذه كله. أما الولاية اللي فيها الهاي يعني الدخل الفردي عالي جدا هي ولاية كاليفورنيا 13.3%. خلاص هذا انتقل الموضوع الثالث، كيفية الحصول على شو نقول احنا الشوماج، يعني كيفاش تدي احنا الشوماج في امريكا. فانا اعطيها لكم بصفة عامة، ولكن كاين استثناءات، لانه انا لما نتحدث على هذا الموضوع ممكن بعض الناس راح يقولوا لا انا اعرف وانا اخذ وانا، انا اعطيها بصفة عامة القانون، انا اعطيك القانون كيفاش يمشي. امريكا هذه الحلاوة اللي فيها، القانون يعني لين فيه استثناءات. فباش تحصل على الشوماج هنا في امريكا اسباب، فمثلا شخص يكون يشتغل في شركة ويعمل مشاكل يطردوه، هنا ما يأخذ، لا ياخذ حد شيء، ما ياخذ، لا ياخذ، ياخذ صفر من الشوماج. اما انسان يكون يخدم في شركه وهذه الشركه توقفت عن العمل لاسباب اقتصاديه، اسباب كوارث طبيعيه، مثل المشكل اللي رانا فيه الان، هو عامل خارجي مثل هذا الوباء او هذا المرض. فهذه الشركات اللي توقفت، الدوله الامريكيه والحكومه الامريكيه تمثل الامبلويمنت، يعني تعطي لك مقابل تعيش به، ولكن بشرط. هذا الشرط انا اعطيتكم بصفه عامه قانون، وهذه معلومات ثانيه قلت لكم واحد ما يعطيها لكم. الشرط انه لما تاخذ الامبلمنت باش تاخذه لازم يكون دليل، واش لازم تروح دائما الى الوكاله اللي تعطي لك الامبلمنت، تعطيك الشوماج، تعطي لها على الاقل في كل اسبوع 3 مرات عملت ابلكيشن. دوك نشرح لكم ما نحكوا على. مثلا انا اشتغل في شركه، وقع هذا الوباء، الشركه وقفت، قالت لنا روحوا الى بيوتكم وقعدوا حتى انا احكي مثلا شركه عامه، حتى يعني يجدوا حل هذا الوباء. فانا نروح الى وكاله اللي تعطيك يعني الشوماج، تعطيك ما نعرفش كيفاش يعيطوا بالعربيه، نسيت خلاص. فيقولوا لي مثلا اوكي نعطوك الشوماج، باش نعطوك هذا الشوماج باش نعطوك الاموال لازم برهن لنا انك انت انسان صالح، يعني انت تحب على الشغل. كيف باش تبرهن؟ لازم انا نروح كل اسبوع على الاقل 3 شركات، نروح مثلا شركه والمارت، نروح نعمل ابلكيشن عندهم، ولكن لازم نجيب لهم ان بروف، نجيب لهم دليل باللي عملت ابلكيشن ومضى فيها المانجر، ونعطيها لهم هذاك الشوماج، باش نعطيها الوكاله الشوماج باش يعطوا لي
الشوماج، ولما ما عملش هكذا ما راحش يعطوا لك الشوماج. هذا انا اعطيهاكم يعني قلت لكم هذا قانون، يعني هذا قانون الامريكي بصفه عامه يعني، ولكن كاين استثناءات اذا كانت شركه خاصه، اذا كانت شركه عامه كما نقولوا احنا المعرفه، وكاين كذا وكاين كذا، هذو استثناءات. المهم هذا هو القانون في امريكا، باش تاخذ الشوماج لازم تبرهن باللي انت انسان ماكش تخدم، بصح تحوس على خدمه. باش تحوس على خدمه لازم تروح كل اسبوع 3 مرات في الاسبوع، تروح تجيب لهم ان بروف، ورقه من عند الناس ولا الشركات اللي عملت عندهم الابليكيشن ولا عملت عندهم مقابله، باش يعني باش تحب تحوس على شغل اخر. من بعد هذا وقت اكيد تعمل كل اسبوع 3 او 4 او 5، هنا اكيد راح يعيطوا لك. يعني حتى الشركه التالية تاع الشوماج ما راح تعطي لك الشوماج، يعني ممكن تعطيك شهر فقط، من بعد يعيطوا لك هذوك الشركات، او هي كونتاكتي هذوك تتصل بهذيك الشركات اللي عملت انت عندهم الانترفيو وتقول لهم يعني شغلوه، لانه احنا ما راح نعطوا له شوماج. الموضوع الرابع، القرعه الامريكيه مع كورونا. السؤال، هل توقفت القرعه الامريكيه مع هذا الوباء؟ لم تتوقف القرعة الأمريكية مع هذا الوباء، ولا يوجد دليل قاطع، ولا يوجد دليل قاطع، ولا يوجد دليل قاطع. هذا السؤال كل الناس راح يطرحوه، هل سوف يتم توقيفها؟ لا. هل توقفت؟ لا. هل هناك إجراءات لتوقيفها؟ لا، بما أنه لا يوجد دليل في الموقع الرسمي وفي الأخبار وفي السوشيال ميديا. فلا يعني ما تبقاوش تسمعوا في الناس وش راهي تحكي وتقول لكم كذا وكذا وكذا، إلا إذا كان الدليل قاطع أو برهان أو إثبات. ولكن هي الآن القرعة الأمريكية يعني راح يكون مشكل مع الناس الناجحين، ما راح يكون مشكل. أنا أقول لكم الآن الناس اللي نجحوا في القرعة الأمريكية وراهم ينتظروا راح يكون عندهم مشكل، راح يولي عندهم هنا، راح يولي البلاك يعني راح يولي الضغط على العمال، لأن العمال هنا ما مش يشتغلوا، راهم يشتغلوا اونلاين، ولا كما قلت لكم في اول الفيديو نقصوا من العمال. يعني الاشخاص اللي كانوا يشتغلوا في النهار مثلا 1000 ملف، ولا شخصين يشتغلوا 10 ملفات او 20 ملف في النهار، والبعض الاخر يشتغل في البيت، وبعض الاخر خرج عطل، وبعض الاخر مرض، الناس راهي مرضت هنا. فلا يوجد مقابلات، لا توجد مقابلة، يعني اي شخص خارج البلد امريكا او داخل البلد لا يمكن له يعني مقابلة اي شخص في مكاتب الهجرة او في السفارات او في القنصليات، مستحيل، ممنوع المقابلات، ممنوع. يعني روح مهني في الجزائر، في المغرب، في مصر، في فرنسا، في هنا في امريكا، اي واحد عنده مقابلة الغيت او سوف تلغى وسوف يتصلون به. هي المستحسن تتصل بهم انت، فان لم تتصل بهم فسوف يتصلون بك، وهذا هو المشكل. يعني اذا كان عندك موعد مثلا في افريل باش يعطولك، خلاص عطولك موعد مثلا نقولوا او 1 افريل اليوم عندك موعد في السفاره الامريكيه في الجزائر، كل عمال اللي يخدموا الامريكيين اللي يخدموا في السفاره الامريكيه في الجزائر راهم في امريكا. يعني من 1 افريل ممكن يقول لك تعال الى 1 سبتمبر، من بعد يبقى شهر وتغلق، من بعد في 1 سبتمبر ما يبقاش كثير، يعني يبقى حوالي 30 يوم او 29 يوم ويغلقوا يعني القرعه. يعني هنا راح ينقصوا من العدد، والله اعلم. روحوا الآن إلى الموضوع الخامس اللي فيه أسئلة طرحتوها عليا، راح نجاوبها مباشرة يعني وبسرعة. السؤال الأول، هل مكاتب الهجرة يعني تشتغل؟ الجواب لا، لكن لا كما قلت لكم، لكن هناك موظفين محدودين يعملون لخدمات محدودة ومواعيد مقابلات ملغية إلى أجل غير مسمى. واحد ما يعرف وقتاش المواعيد. هذا السؤال. السؤال اللي بعده، ماذا لو كان لدي موعد في الإيميغريشن أو لدى أحد أفراد عائلتي مقابلة في السفارة وفات علينا الموعد أو لدينا موعد في هذا الشهر، يعني ماذا أفعل؟ ليس عليك الذهاب للمقابلة ولا حتى إرسال رسالة لأي جهة، وسوف يتم جدولة موعد بديل لك أو لقريبك عندما تستأنف مكاتب الهجرة أو السفارة العمل، إلا في حال تأخرت أكثر من شهرين ولم يتم جدولة موعد بديل لك، فعليك التواصل معهم برسالة واحدة فقط من باب التذكير والانتظار إلى أن يتم إعطاؤك موعد، لأنه سيكون هناك تراكم، هذا وش كنت نشرح لكم، وضغط كبير على السفارات ومكاتب الهجرة عند استئناف العمل. السؤال اللي بعده، هل أستطيع التقديم على الجنسية أو لي أو لأحد أفراد أسرتي حاليا؟ نعم، الجواب هو نعم، بإمكانك التقديم ذلك،
كما تستطيع التقديم حتى على فيزا لأحد أقاربك في الخارج، لأن أغلب خدمات واستثمارات الهجرة والجنسية أصبحت أونلاين عن طريق الإنترنت إلكتروني، مع إمكانية دفع أي رسوم ودفع أي وثيقة أو إثباتات متطلبة لأي معاملة. يعني أونلاين تعمل ديمون فيزا سي أونلاين، وتقدر تخلص حتى أونلاين. الموعد هو المشكل، الموعد والمقابلة. السؤال: إذا كانت معاملتي يعني في الفيزا سنة، يعني مكتب الهجرة الوطني، فهل بإمكاني دفع الرسوم المطلوبة مني وتعبئة استمارة دي اس 260 260 وتزويدهم بضمانات الوثائق المحلية؟ الجواب هو نعم، لأن مكتب الهجرة الوطني يتعامل إلكترونيا، ويمكنك إتمام المعاملة بشكل طبيعي حتى يتم اكتمال الملف وانتظار موعد المقابلة على التأشيرة. السؤال اللي بعده: هل السفارة الأمريكية في الجزائر مفتوحة أو مغلقة؟ الجواب هو السفارات مغلقة، لكن موظفي القنصلية موجودين لتقديم مساعدات للحالات الطارئة المتعلقة بالمواطنين الأمريكيين الموجودين داخل الدولة التي فيها السفارة فقط. في بعض الدول، الجزائر نظن كلهم راحوا، نظن أن كل عمال أمريكيين في سفارة أمريكا بالجزائر العاصمة راحوا ذهبوا، والمشكل أنهم لا نعرف متى يعودون، لأنهم ما عرفوا أصلا أن الفترة هذه هذا الوباء راح يطول. فممكن يعني لحد الآن ما وجدوش لقاح، يعني ممكن يوجدوا لقاح بعد 3 أشهر من بعد الجزائر مثلا. بعد 3 أشهر الناس بدأت تستعمل في اللقاحات والنتائج تكون إيجابية، والجزائر مثلا تكون مثلا، لا أعرف أنا، أو بلد آخر يكون فيها مشاكل. يعني ممكن تنتظر حتى سنة، ممكن سنة، لا أعرف أنا، ممكن سنة، لأنه لحد الآن نحن 1 أبريل لا يوجد أي خبر يعني مفرح يقول لك وجدوا اللقاح. هم راهم يقولوا مثلا في جوان، هم يقولوا في الأخبار في جوان، يعني مثلا شهر 6 يعني جوان لو وجدوا اللقاح ويجربوه ويبيعوه ويتموا شراءه ويتموا كل يديروا كل شيء باش يتأكدوا أنه مثلا بلد الجزائر ما في حتى إصابة، وكل الناس شفيت وما يوجد حتى خطر يأتوا إلى الجزائر. يعني أقول مثلا، لا أعرف أنا، ممكن يأتوا في سبتمبر في أكتوبر. سؤال: الخدمات التي قد تقدمها السفارة للمواطن الأمريكي بالخارج مثلا ماذا؟ الجواب: تعمل السفارات الأمريكية على مساعدة المواطنين الأمريكيين الراغبين بالعودة إلى أمريكا بأقرب وقت ممكن، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية وشركة طيران معينة في كل سفارة. وإذا كان لديك جواز أو لديك جواز يعني أمريكي مطبوع وتم إرساله للسفارة، فيمكنك التواصل مع السفارة لتسجيل في الرحلة المتاحة واستلام الجواز المطبوع للسفر مع طفلك أو أطفالك، هذا على سبيل المثال. السؤال اللي بعده: ماذا لو كان الزوج بانتظار الفيزا سواء كانت مطبوعة أو تم تسليم الجواز لطباعتها ومقدم الطلب في أمريكا؟ الجواب: على المستفيد يعني الذي بانتظار تأشيرة الانتظار حتى تستأنف السفارة عملها، والمشكلة هنا، وسوف يتم التواصل معه عند جاهزية التأشيرة للاستلام، وليس وما عليه إلا الصبر الآن. هو المشكل هو وقت، وقد ما يطول الوقت قد ما يتراكموا الملفات والضغط على العمال. سؤال: ماذا إذا كانت تأشيرة زوجتي أو طفلي مطبوعة وأنا معها أو معه بانتظار الفيزا ونريد السفر؟ الجواب: عليك التواصل مع السفارة بعد فتح المطارات للسفر إلى أمريكا وطلب الفيزا، وسوف يتم تزويدكم بالفيزا للسفر معا ما لم تنتهي صلاحية الفيزا المطبوعة. سؤال: متى تنتهي التأشيرة أو الفيزا؟ هذا سؤال مهم. تنتهي التأشيرة بعد 6 أشهر تماما من تاريخ عمل الفحص الطبي، بمعنى أوضح تنتهي التأشيرة بالتزامن مع انتهاء الفحص الطبي تماما. سؤال: ما هو العمل إذا عرفت تماما أن الفيزا قد انتهت؟ هذا سؤال مهم، يعني الإنسان يكون يعرف أن الفيزا انتهت، كيف وش راح يعمل؟ الجواب هو أنك تتواصل مع السفارة وسوف تعيد لك الجواز لإعادة الفحص الطبي ثم تسليمه مجددا مع الفحص، وهذا كله يتم خلال أسبوعين أو 4 أسابيع على الأكثر. السؤال الأخير: متى ستفتح السفارات الأمريكية في الدول المذكورة؟ يعني الدول المذكورة يعني أي دولة بصفة عامة أو غيرها، يعني الجزائر كما قلت لكم، الجزائر، المغرب، مصر. يعني الجواب: لا يمكن تحديد ولا تخمين الوقت المحدد لاستئناف العمل في السفارات حاليا، لأن هذا يعتمد على فترة استمرار الوباء، وهذا شرحته، أي كورونا، في الدولة التي فيها السفارة حتى التأكد من احتواء وانتهاء
مخاوفه، ونسأل الله أن يتم هذا الأمر في الأسابيع القليلة المقبلة أو القادمة. شفتوا المشكل هنا؟ المشكل باختصار، يعني احنا خلاص الفيديو باختصار، هو الوباء هذا راح يكون مشكل على الناس اللي عندهم مقابلات واللي عندهم مواعيد واللي عندهم حتى تأشيرة. لماذا؟ لأنه السفارات مغلقة، المقابلات لازم حضور المعني، المطارات مغلقة، عمال السفارات كلهم ذهبوا، لا نعرف متى سوف يعودون، لا نعرف متى سوف تفتح السفارات أو القنصليات، لا نعرف متى سوف يبدأ بالطلب على الناس اللي عندهم مقابلة في مكاتب الهجرة في كل الولايات المتحدة الأمريكية، ما نعرف متى سوف يجدون اللقاح، لا نعرف متى يبقى هذا الوباء. يعني مشكل، والله العظيم مشكل 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 كبير. يعني الناس راهم ينتظروا، يعني كاين الناس عندهم تأشيرة الهجرة، راهي التأشيرة في الجواز السفر، وشراوا التذكرة وما يقدروش يدخلوا لأمريكا، وكاين الناس انتهت صلاحية التأشيرة. وهذا الناس كما قلت في هذه الأسئلة والأجوبة، لازم يتصلوا بالسفارة، وبعد السفارة مكاش العمال، لازم يعطوا لهم جواز آخر، يقولوا جيب الجواز، يعودوا له تأشيرة أخرى، يعاود يدير فحص طبي. الفحص الطبي أنا على حسب ظني لازم يعاودوه. هو المشكل تاني آخر، لأنه هذا الوباء مثله يعني التبركيلوز بالمونير، يعني السل، يعني أي واحد عنده تبركيلوز بالمونير ولا حكمه مثلا هذا الفيروس كورونا فيروس هذا، لا 99% ما يدخلش لأمريكا. لهذا سوف يطلبون منكم إعادة الفحص الطبي، يعني تعاود كل شيء من جديد، وممكن تعاود تدفع الرسوم، وبعد الشهر يكون عندك يعني آثار أو نتائج أو دي سيمتوم على هذا المرض. الله يعافيكم، إن شاء الله راح يكون عندك مشكل. لهذا من الأول من الأخير من الأول وفي الأخير راح نقول لكم اقعدوا في البيوت. دونك فلحد الساعة هذا وش كاين يعني جديد. إن شاء الله تكونوا استفدتوا بهذا الفيديو، مالقري كان طويلة يعني، اسمحوا لي برك. إن شاء الله فيها خير، وإن شاء الله يبعد علينا ربي هذا الوباء وهذا البلاء هذا. وش عرفت، اسمحوا لي على صوت الهليكوبتر هذا، لأنه إحنا نعيش هنا في شغل البيس، لا باز ميليتير، أكبر باز ميليتير في أمريكا. ربي يوفقكم إن شاء الله، وإن شاء الله يكون جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.